السلام عليكم، أنا منى مدربة التطريز في بلاك هورس فرع مدينة نصر. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن الكبات وإزاي بنطرز على الكبات وبننقل الباترون بتاعها سواء على كاب فاتح أو كاب غامق. لو حد بقى موجود يقولي بس الصورة باينة كده وواضحة كويس ولا ايه؟ طب حد يقولي إذا كان سامع الصوت أو شايف الصورة كويس؟ تمام. احنا هنستخدم قلم اسمه قلم حراري او قلم سحري، هو بيتباع في المكتبة. لو رحنا لبتاع المكتبة هنقوله ان هو قلم بأستيكة من الظهر، قلم جاف بأستيكة. القلم دوت لما بنكتب بيه مثلا على حاجة، هنسيه مثلا انا هكتب بيه اهو على الكاب، لما بقرب منه حاجة فيها سخونة بيتمسح خالص، فده بيساعدنا كويس جدا ان احنا نرسم على الكاب ونمسحه يعني بعدين. ده لو احنا بقى هنرسم مثلا بايدينا، بنرسم عادي على الكاب. زي مثلا هرسم ورقة شجر، دي طريقة من طرق نقل الباترون على الكاب ان احنا بنرسم بايدينا. لو انا بقى بستخدم مثلا وردة معينة او واخده شكل معين وعايزه اكررها في الكاب كذا مره، في قماش اسمه قماش جوخ، اسمه جوخ كرافت، بيبقى موجود في المكتبه. زي مثلا انا عايزه اعمل الورده دي، بس الورده دي هتتكرر معايا كذا مره في الكاب، بجيب الجوخ وبعدين بفرغه. انتوا شايفين اهي الورده، بعدين بفرغها. يعني انا مثلا كنت رسمت الديزاين ده قبل كده وفرغته، ان مثلا الكاب بتاعي اتطلب مني كذا مرة، فاكيد مش هقعد اعمل نفس الديزاين لان احنا بنبقى محتاجين حاجة تطلع يعني هي بالظبط، فبيبقى محتاجين باترون معانا. فانا مثلا هجيب الكاب واحط الجوخ عليه، هظبط الديزاين، وبعدين هبدأ بقى أمشي أرسم الوردة بتاعتي بالقلم زي ما قلنا. الجوخ احنا ممكن نثبته، لو هو مثلا انا مش قادرة املكه بإيديا ممكن اثبته من هنا بدبوس ومن هنا بدبوس ومن هنا بدبوس. بس همشي بقى كده بالديزاين، في الاخر يعني هيطلع معايا الشكل بتاع الوردة نفسها، وهقدر ان انا اشتغل عليها بالتطريز عادي جدا، ان انا هيبقى قدامي الباترون كامل. دوت بالنسبة لتطريز الكبات الفاتحة. ممكن كمان نستخدم ورق زبدة ونرسم عليه ونتقل بالرصاص من الظهر ونحطه على الكاب ونشخبط عليه، ده لو هو كاب فاتح. يعني مثلا ممكن الأبيض، ممكن الرمادي اللي زي ده، هيبقى كويس جدا. طيب لو أنا بقى بشتغل على مثلا قماش غامق، القماش الغامق مشكلته إن هو
ما فيهوش مثلا حاجة ممكن تقدري تشفيها، او الرصاص مش بيعلم فيه، فممكن اشتغل بيه بماركر قماش بيكون لونه ابيض او لونه اصفر. دي واحدة. الماركر اللي معايا ده لونه اصفر، فانا ممكن اشتغل بيه على الكاب الاسود. هحدد برضو الباترون بتاعي، يعني مثلا انا عاملة الباترون بتاعي اهو، وابدأ احدد بيه واصفر علشان يبان معايا على الاسود او ابيض. انما مثلا لو بشتغل على كف فاتح بشتغل بالماركر اللي هو ممكن احمر، ممكن ازرق، ممكن بنفسجي، ممكن لبني، اي حاجة تبان على الفاتح. بس ايه دي شكل الوردة. ده شكل الوردة على الكاب الغامق. دي طريقة بننقل بيها الباترون. اخر طريقة بقى معانا اللي هو لو في مثلا رسمة فيها تفاصيل كتيرة، زي مثلا الرسومات الكرتونية، ممكن نعمل ايه. عندنا ورق الفازلين، القماش الفازلين الطري بالذات، يعني بصوا القماش دوت انا لو عملته كده بيتقطع على طول. احنا بنستخدمه في نقل الباترون. لو انا مثلا عايزه اعمل نفس الباترون ده، هنعتبر ان احنا شفينا من على اللاب او من على الموبايل زي الطريقه اللي احنا بنشف بيها الديزاين عادي جدا. هعتبر مثلا ان ده الديزاين بتاعي، وانا محتاجه اطرزه على كاب غامق او كاب فاتح، ايا يكن اي حاجه فيها تفاصيل انا مش هقدر ان انا اجيبها. بقص منه حته، تمام، وابدا ان انا اثبتها على الكاب الفازلين. احنا عارفين ان هو في حته بتلمع كده، دي اللي بتتكوي من تحت علشان تلزق في الكاب، وممكن اثبته بغرزتين. واول ما ابدا اطرز بقى بالخيط، الفازلين دوت بيتشد على طول، يعني انا لو شديته من تحت الخيط كده بيتفزر على طول، فبيطلع وبيكون الديزاين زي ما هو. وكده اقدر ان انا اجيب كل التفاصيل. بس كده. حد حابب يسأل عن حاجة؟ حد حابب يسأل عن حاجة عن الكبات والتطريز بتاع الكبات؟